السلام عليكم ورحمة الله أخواتي الغاليات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى تلقاكم هاد الفيديو في أحسن الأحوال وفي تمام صحة والعافية، نتوما والناس كاع اللي عزاز عليكم. الله يبلغنا رمضان في تمام صحة والعافية، والله يرزقنا جميعا من حيث لا نحتسب. مرحبا بكم فيديو جديد على القناة اللي بارتاجيت معكم فيها الكتالوج ديال مرجان، اللي فيه كاع المنتجات اللي ممكن تلقاوها في مرجان مع الأثمنة وبالتفاصيل اللي كاين في الكتالوج. بارتاجيتها معكم على حساب كاينين الناس اللي ما يقدروش يشوفوا هذا الكتالوج، فيكفي انهم يتفرجوا في هذا الفيديو ان شاء الله يفيدهم ويديروا مقارنات في الأثمنة ويتقطعوا من البلاصة اللي تناسبهم على حساب جيبهم والقدرة الشرائية ديالهم. فانا ما كنحددش، يعني انا غير كنبارطاجي معكم باش نقرب لكم الصوره وتاخذوا فكره، اما انا ما كنحددش تقضوا من هنا ولا تقضوا من هنا، لانني انا براسي ملي كندير مقارنات كنمشي للبلاصه اللي تسلكني هي اللي كنتقضى منها. هي صراحه بالنسبه للي سوبر مارشي هما تيوفروا لك واحد المكان اللي هو منظم، كتقدري تقضي كل شيء دقه واحده. وكاين الناس عاوتاني اللي كتقول لك لا، الا كانت غير جوج دراهم ناقصه راه زايده فيا، نمشي نتقضى غير من الهري وهذا. فكل واحد الله يسهل عليه، كل واحد الله يرزقه من حيث لا يحتسب، والله يقدرنا على المصاريف ديال الزمان لان كل شيء غلا، الله يقدرنا جميع. ونتمنى لكم فرجه ممتعه وتستفدوا معايا، والى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامه.